عسلامتكم ومرحبا بيكم في حلقة جديدة. حلقة اليوم أنفيت متكونة من حلقتين على خاطر عملنا زوز حاجات من نفس الماتير واللي هي البوا فلوتون. مادام هكا مازلنا في المود متاع الكليراج في الحلقات السابقين باش نكملوا في نفس المود هذاك وباش نعملوا سسبنسيون بالبوا فلوتي هكا ستيل باهو شيك عطات كوتي شالورو للسباس. خلينا نمشي ونتعرفوا على الماتير مع بعضنا في الفيديو. نبدأ على بركة الله إن شاء الله وانتخ طان نحكي لكم على البوا فلوتان ومنين جبته بالضبط. بي خنعطيكم لمحة صغيرة على البوا فلوتان. هما يجيو هكايا دي برانش دابغ يبداو متقولش عليهم خفيف خفيف برشا بالحق خفيف برشا. جينيرالمون نلقاوهم في البحورات وفي لي باراج. انا بيرسونيلمون لقيتهم في الباراج يكونوا متواجدين في الباراج اكثر من البحورات خاطر مش البحورات الكل حتى كي مش تلقى باش تلقى كعبه ولا كعبتين هكيك مطيشين. فوالا دونك هذا هو لو فامو بوا فلوتون. ياسر ديريالمون يعني خارج يعملوا به في الديكو باو في برشا حاجات راو البوا فلوتون. بالك شي في الفيديوهات الجايين زاد نعملوا بهم حاجات اخرى اون فافوار. وحاجة أخرى يمتاز بها البوا فلوتون هو كي لاحظتوا الشكل متاعها تحسوا هكا الفورم متاعو بيزار كيما هذيك اللي عندي تقوش عليها هكا سيربون هذيك أكثر واحدة شخت عليها وهي هكا عطاتني ليدي متاع اليوستر اللي قاعدين نعملوا فيها. فوالا الشكل هكا تحسوا فيي جينيرالمون يعني تكون فيها هكا كاينها محفوره ولا منقوشه ما وتقولش عليها عندها الاف السنين وفيكتيفمون يا راهو معناها تلقى عندها برشا وقت باش تتكون وتولي هكيك بوا فلوتون. هذا الشكل النهائي متاع الثريا متاعنا. انا هوني ملاحظة جسرة ونعمل في ضربة فيرني معناه في الكاميرا يظهر اللي هو غامق ميرا ومش بش يغمق معناها بالدرجة اللي انتم تراو فيها جوست معناها في الكاميرا ما في الرياليتي افتح منها كيكة برشا. سينون كان متحبوش تعملوا الفيرني تنجموا تعملوا بالويل متاع اللوح. Even if it flows upstream, it takes a strong
One day you'll fly alone. Oh, 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 oh. Figured out, knew which road I would go down. Thought I could do it all on my own. Then you came around. When fate has its way and things fall into place, oh, dark. Street lights threw shadows through the park. I was late. First impression I failed to shake. ني ركبت الميكانيزم تاع الالكتريسيتي. خديت روحك تاع دوي هذيك البيضة باش نلم فيها الحاجات اللي ما نحبهمش يطرا واللي هما الجيمين والخيوط الضوء العريانين هذوك. That was the first time I laid eyes on. I gave you every excuse that I had.
as we wandered. Oh, I lasted for longer. Through alleyways, romantic games. بعد ما كملت الالكتريسيتي هكا حبيت نزيد توش نتاع الكور دو جوت انا نقولو خيط الحلفه هكا في التيم باو شيك وكل دونك هكا في بلايس معينه منها زينه وفما بلايس معناها هكا غطيت بها الخيوط وليو هكا ستابل اكثر وراكين اكثر. هذه اللوستخ متاعنا جست حبيت نقول حاجة اللي في الحقيقة راهي سانا غيانا فواغ أحلى بيسر يسر يسر من الكاميرا. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم حلقة اليوم. استنوني في الحلقة الجاية باش نعملوا لومباديغ مع بعضنا بالبوا فلوطون. كان عجبكم الكونتينو خليوا لي لايك وكومنتير وابونيفو وتنسيوش باش تفعلوا زر الجرس باش هكيكا يوصلكم جديد الكل. وتوا معليا كي نقولكم على بروشين فيديو. باي باي.